نقاش لكل هذه التفاصيل. أرحب بضيفي من طهران الكاتب والباحث السياسي سيد مصدق بور، ومن القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي والخبير في الأمن القومي العميد محمود محي الدين. أهلا بكما معنا على سكاي نيوز عربية وفي التاسعة تحديدا. أبدأ معك سيد محي الدين، كيف تنظر إلى الارتدادات لتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري حماس هي خارج الأغلبية الفلسطينية؟ الوزير، مساء الخير يا فندم أستاذة السبيح. أهلاً دوما، أهلاً بضيفك الكريم من طهران. أولاً الوزير سامح شكري، أو الوزير سامح شكري بكل تأكيد هو يعبر عن الإرادة المصرية ويعبر عن الخارجية المصرية ودعوات قناة العالم أنه لا يمثل أحد. لا، أنا بأكد لقناة العالم أنه يمثل إجماعاً مصرياً ما بعد ثورتين، ثورة يناير وثورة 30 يونيو. وفضلت أن أشير للثورتين حتى يتذكر الإيرانيون ماذا فعلوا. النقطة الثانية حضرتك، أن الوزير سامح شكري مس بصورة واضحة أن هناك من ساعد حماس عندما انقلبت على الشرعية، وهي حركة فتح والسلطة الفلسطينية عام 2007، وهذا شعرت به إيران أنها ساهمت في الانقسام الفلسطيني مثلها مثل بنيامين نتنياهو، وهو الذي عمل بصورة واضحة رئيس وزراء إسرائيل خلال فقرات المتتالية لحكمه وتوليه المسؤولية على ألا يكون هناك التئاما ما بين الضفة والقطاع أو تتوحد الجهود القومية للشعب الفلسطيني، ولعب على هذا الانقسام حتى يستكمل التهام الضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات، ويستكمل التهام غزة من خلال مشروع التهجير الذي ترك مرحليا. إذن رد فعل إيران هو رد فعل في محله من الغضب، لأن التصريحات سامح شكري كانت كاشفة تماما لكل السياسات الإيرانية. ونرى الجانب الإيراني الآن يتوسل للصينيين والجانب الأمريكي أنه ليس على علاقة بمجمل الجماعات الولائية التي دعمها في الساحات في لبنان واليمن وفي العراق، والآن في قطاع غزة وحركة حماس. طبعا سأعود إليك حتى حول وضع حماس، هل حقيقة تضعضعت شعبيتها في غزة تحديدا بعد طوفان الأقصى؟ لأن هنالك من يقول لك ربما أن السنوار الآن ينظر إليه من البعض بأنه بطل قومي بعد طوفان الأقصى. سأعود إلى هذه النقطة، ولكن سيد مصدق، لم تعتد إيران أن تصف حماس بأنها تنوب عن الغزيين، لماذا الآن وما رسالة عبد الله؟ نعم، شكرا، تحياتي لك ولمشاهديكم ولضيف الكريم من القاهرة. أنا أعتقد هناك سوء فهم وسوء تقدير لما تفضل به معالي وزير خارجية مصر، ولا يقصد إيران، يجب أن لا نخطأ. الإسرائيليين اليوم يتهمون مصر، يعني بالأمس كان هناك تصريح رسمي إسرائيلي يتهم مصر بأنها ترهلت وأنها من فتحت الحدود خفية أمام حماس وسمحت بدخول الصواريخ ودخول كل هذه المساعدات إلى داخل مصر، وبالتالي مصر تقف أمام اتهام خطير. وتابعنا تداعيات سيد بور، يعني ربما أنت تشير إلى حادثة واحدة، تصريح واحد، ولكن هنالك تصريحات كثيرة تتحدث عن إيران. لا 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 لا، رجاء أرجو عدم المقاطعة. أنا أكمل ما أريد أن أقوله حتى لا يتشوش ذهني. وبالتالي هو يريد بدون مغالطات، تفضل، أن يلقي الكرة، يريد أن يلقي الكرة في مرمى نتنياهو. يريد أن يقول نتنياهو أنت من سمحت بدخول المساعدات. نعم، نتنياهو سمح بدخول المساعدات، حتى كانت هناك مساعدات إيرانية نتنياهو سمح بذلك عن طريق مصر، لا حبا بالفلسطينيين. هو كان يريد الانقسام، أن يكون هناك انقسام بين فتح وبين المقاومة الفلسطينية، لكن انقلب السحر على الساحر وبطل المقاومة سنوار قام بهذه العملية، وهذا ما أقوله. انقلب السحر على الساحر وتلقى الإسرائيلي ضربة موجعة. اليوم هو يتهم مصر ومصر تدافع عن نفسه، أما ما يقوله الإيراني أو وزير الخارجية الإيراني هذا يعبر عن واقع. نعم، حماس هي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع
الفلسطيني، ولهذا حماس صعدت إلى السلطة عن طريق انتخابات، لم تأتي عن طريق انقلاب. يجب أن نعرف هذه النقطة أيضا ولا نغالط. هي جاءت عن طريق الانتخابات ولم تأتي عن طريق انقلاب، وبالتالي إيران تعبر عن واقع. هذا هو وجهة نظر إيران، وأيضا هذه هي وجهة نظر مصر، يجب أن نحترمه. أما فيما ذهبت إليه قناة العالم، قناة العالم هي ليست رسمية أساسا، هي لا تعبر عن موقف الدولة. يجب أن نعرف يعني موقف الدولة. قد صدر التصريح الرسمي عبد اللهيان، لم وهذا الكلام يكرره عدة مرات، يعني هو لم يكرره في المواجهة مع معالي وزير الخارجية المصري. يجب أن لا نخطأ في هذا التقدير يعني أساسا. ولكن التصريحات هي رد على سامح شكري، يعني عندما يقول لا حماس تمثل الأغلبية الفلسطينية، هي رد على تفسيرك. لا هذا ليس بتفسيري، هذا تفسير القراءات التي تابعت، يعني تصريحات عبد اللهيان ربما تفهم بأنها خطأ. طيب لن نخوض كثيرا في هذه الجدلية سيد بور، لن نخوض فيها، ولكن أنت قلت السنوار بطل المقاومة. هذا سؤالي لك سيد محي الدين، هل ما زالت حماس تحتفظ بالصورة التي رسمتها في 7 أكتوبر بأنها أعادت إحياء هذه القضية مرة أخرى؟ لأنه يوجد الآن تيار كبير جدا يحمل حركة حماس مسؤولية ما حدث من موت وتدمير ما زال مستمر لقطاع غزة. هذا هو سؤال الساعة، وهذا هو سؤال عميق جدا يتطلب الإجابة عليه فتح مجالات أوسع. سأرد على نقاط محددة في سؤال سيادتك. ما إذا كانت هناك معارضة حاليا في قطاع غزة لحركة حماس، المعارضة موجودة وهي مرصودة، وغالبا لا يلقى عليها الضوء نظرا لأن حالة الحرب التي يعيشها أبنائنا في قطاع غزة وحالة الصمود يعني الفريد من نوعه على المستوى العالمي في مقاومة الاحتلال وصمود الشعب العظيم في فلسطين. فنحن لا نلقي عليها بالا لأنه ليس وقتها الآن، وإن سئل الشعب الفلسطيني سنجد أن معارضة حماس خلال هذه المرحلة تغيرت من فكرة يعني اليقين وفكرة التشجيع الذي بدأ مع 7 أكتوبر إلى فكرة التراجع، خاصة وأن هناك تعنت من وجهة نظر بعض الأفراد والحركات الفلسطينية فيما يتعلق في إدارة ملف المفاوضات. فكان يمكن إدارة ملف المفاوضات بصورة أفضل، وكان يمكن توكيل هذا الملف للجنة خارجية تشارك فيها عناصر من حركة فتح وعناصر من منظمة التحرير مع حركة حماس لإقرار كيف يتم التفاوض مع الجانب الإسرائيلي واتخاذ قرارات موحدة تدل على وحدة الشعب الفلسطيني، وعدم استئصار حركة حماس بهذا الملف، لأن قيادات الحركة في القطاع هي من تستأثر بهذا الملف، وصعوبة كبيرة جدا في التواصل معها، وقد تكون المعلومات منقطعة عنها عما جرى للشعب الفلسطيني حتى الآن مع إطالة أمد الأزمة. نحن لدينا بكل تأكيد يعني انتقادات، ولكن نحن لا نعلنها حفاظا على الصف الفلسطيني، ولكن كنا نتمنى بكل تأكيد أن تنتبه حركة حماس وقيادتها لما جرى ويجري، وأن طول أمد الحرب لم يعد في صالح الشعب الفلسطيني، وقد يفقد بنسبة كبيرة جدا عنصر المفاجأة الاستراتيجية الذي حدث في 7 أكتوبر الماضي. النقطة الثانية، حماس لا تمثل الإجماع الفلسطيني قطعا وبكل تأكيد. مركز الدراسات الفلسطينية الموثق المستقل أفاد بأن منتسبي حركة حماس على سبيل المثال في قطاع غزة لا يتجاوز 30% طبقا لاستطلاعات الرأي المؤكدة، وأن حركة فتح في قطاع غزة تمثل أكثر من 35% والباقي ليس لديهم انتماء. إذن لا يمكن القول بأن حركة حماس تمثل الإجماع الفلسطيني من الناحية السياسية. قد تمثل الإجماع الفلسطيني فيما يتعلق بالرد على جرائم الاحتلال واحترام الشعب الفلسطيني لمجمل التضحيات التي قدمتها حركة حماس في هذا الملف على وجه التحديد. سيد محي الدين تفضل بالبقاء معنا أنت وسيد مصدق بور، سأعود إليكم في جزئية أخرى من هذا